ينتقل الطلاب إلى الطريق الثاني اللي هو قانون هيس لحساب دلتا اتش. طبعا نحسب تغير الانتالبية القياسي لتفاعل اعتمادا على عدة تفاعلات حقيقية أو تخيلية نسميها تفاعلات فرعية. يعطى تفاعل أساسي وتفاعلات فرعية. تعتمد هذه الطريقة على عكس أو ضرب أو إبقاء التفاعل على ما هو عليه. طبعا أي تغير في المعادلة يرافقها تغير في دلتا اتش. مثلا إذا عكست التفاعل تتغير إشارة دلتا اتش، إذا كانت موجبة أصبحت سالبة والعكس صحيح. إذا ضربنا التفاعل باثنين نضرب قيمة دلتا اتش باثنين وهكذا. طبعا هذا المثال الأول اللي راح ناخذه. عم بيقول لي احسب تغير الانتالبي القياسي للتفاعل اللي هو CH4 زائد 2O2 يعطي CO2 زائد 2H2O بالاعتماد على ثلاث تفاعلات. طلاب انا بدي شوف التفاعل الاساسي وانتبه على التفاعلات بحيث اجمع الطرف الاول المواد المتفاعلة في التفاعلات الثلاثة، لازم يطلع معي المواد المتفاعلة في التفاعل الأساسي، والمواد الناتجة في التفاعلات الثلاثة لازم إذا جمعت يطلع معي المواد الناتجة في التفاعل الأساسي. أنا بإمكاني أعكس تفاعل، أضرب تفاعل باثنين، قسم وهكذا. لكن بنتبه في كل تفاعل من التفاعلات الثلاثة في عندي قيمة في التفاعل الأساسي. مثلا التفاعل الأول في عندي CH4، في التفاعل الأساسي في عندي CH4، فأنا إذا جمعت الطرف الأول بيلتقى CH4 بالطرف الأول، لذلك التفاعل الأول يبقى كما هو، ما في داعي نعكسه أو نضربه بشيء. طيب أنتقل إلى التفاعل الثاني. التفاعل الثاني في عندي CO2 والأساسي في عندي O2. التفاعل الثالث كمان عندي O2 والأساسي في O2، لذلك 2O2، فما في داعي طلاب، ما في داعي نعكس أي تفاعل أو نغير فيهن. طلاب التفاعلات الثلاثة تبقى كما هي. لو جمعت الطرف الأول في التفاعلات الثلاثة وانتبهت على الطرف الثاني، مثلا بروح C الكربون مع الكربون و 2H2 مع 2H2. طيب يبقى لدينا CH4 زائد 2O2، انتبهوا لي على الطرف الأول في التفاعل الأساسي CH4 زائد 2O2 يعطي ماذا؟ يعطي CO2 زائد 2H2O. لذلك دلتا H للتفاعل الأساسي هو مجموع دلتا H1 زائد دلتا H2 زائد دلتا H3 عن بدون أي تغيير. تبقى التفاعلات الأولى والثانية والثالثة على حالها، وبالجمع نحصل على التفاعل الأساسي. إذا دلتا H هو دلتا H واحد زائد دلتا H اثنين زائد دلتا H ثلاثة، بيطلع الجواب ناقص 890 كيلو جول والتفاعل ناشر للحرارة. رح ناخذ مثال آخر في تغيير. احسب تغير الانتالبي للتفاعل التالي C2H4 زائد H2O يعطي C2H5OH. طبعا هو غاز طبعا كحول الإيثانول، طبعا ليكويد سائل الإيثانول. بالاعتماد طبعا بدي احسب دلتا H لهذا التفاعل بالاعتماد على التفاعلين التاليين. انتبهوا لي على التفاعل الاول، هاي C2H4 هون في C2H4، طبعا لو جمعت تبقى بالطرف الاول. التفاعل الثاني في عندي C2H5OH، طبعا C2H5OH موجود بالطرف الثاني، لذلك طلاب نترك التفاعل الأول كما هو ونعكس الثاني. أنا إذا عكست التفاعل الثاني بصير دلتا H2 زائد 400، بصير زائد 400. طب المعادلة الأولى بقت كما هي والمعادلة الثانية ضرب عكسناها.
الآن أصبح دلتا اتش واحد مثل ما هو ناقص 200، دلتا اتش 2 أصبح زائد 400. الآن بالجمع لو جينا نجمع طلاب بتروح 2 سي او 2 مع 2 سي او 2. تمام، هون في عندي 2 اتش 2 او وهون في عندي 3 اتش 2 او، فبتروح 2 اتش 2 او مع 3 مع 3 تبقى فقط اتش 2 او، وبروح 3 او 2 مع 3 او 2. طيب ماذا يبقى؟ يبقى سي 2 اتش 4 زائد اتش 2 او يعطي سي 2 اتش 5 او اتش، بعيد، سي 2 اتش 4 زائد اتش 2 او يعطي سي 2 اتش 5 او اتش. اذا هذا هو التفاعل الاساسي، فانا دلتا اتش لهذا التفاعل يساوي دلتا اتش 1 زائد دلتا اتش 2 بعد التغيير، اذا يعني ناقص 200 زائد 400 جواب زائد 200، اذا زائد 200 كيلو جول، والتفاعل ماس للحراره، والتفاعل ماس للحراره.